تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، نتواصل في هذه الانطلاقة من انطلاقات الخير والبركة بهذه الشعارات المميزة، الشعارات التي دائما لها صولات وجولات في سباقات الهجنة العربية الأصيلة. أسير هناك مباشرة مع الصدارة والانطلاق الجميل، الانطلاق المميز. هناك الشاهينية علي بن سالم بن مبارك المنصوري، بينما التحدي من الجانب الأيمن هناك دمعة سعاد بن حمد بن عبد الله اليحافي، بينما المركز الثالث شوفوا الانطلاق هناك من تحرير نايل بن راشد النايل الشامسي، هناك من يتواجد أيضا في هذه الانطلاقة. المركز الرابع والتحديات التسللات من المراكز الأخرى، هناك وبرة سيب بن مسلب بن غزول العامري هناك، بينما يتواجد عهد حمد بن محمد بن مفتاح الشامسي. هكذا الشعارات، عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة. هنا 1200 متر لهذا السن، الصدارة المقدمة مع دمعة، دمعة من تتواجد مع الصدارة بهذا الانطلاق الجميل، الاندفاع المميز هنا في هذا الصباح. سعد بن حمد بن عبد الله اليحافي هنا، أبناء السلطنة على الصدارة. الكيل الأخير، المركز الثاني الشاهينية علي بن سالم بن مبارك المنصوري، هناك أيضا يتواجد وقادم من عاصمة الميادين. المركز الثالث الجزيرة هناك قادمة، حمد بن فرج بن حمد بن ناصر من يتواجد على المركز الثالث. المركز الرابع عهد، ولكن الشاهينية، نعم بالفعل عهد، عهد هناك أيضا على المركز الرابع. عهد تعود ملكيته حمد بن محمد بن مفتاح الشامسي، ولكن زعفرانة محمد بن حمد بن الدحبة العامري قادمة هناك أيضا على المركز الخامس. عودة إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة مع المركز الأول. جولة الأوامر، جولة الأوامر الأخيرة هنا. الله الله الله، التسلل زعفرانة في موقع الزعفران، في مكان الزعفران، محمد بن حمد بن الدحبة العامري على صدارة هذا الشوط. هناك أيضا من يندفع في هذه اللحظات على الصدارة، 400 متر، 400 متر هنا. الله الله الله، من لديه زود فليتقدم في هذه اللحظات. المركز الثاني، هناك دمعة من تتواجد على هاني المراكز. سعد بن حمد بن عبد الله اليحافي هنا قادم بشعاره بهذا الاسم، عودة إلى الصدارة. خلاص خلاص، 200 متر الأخيرة، شوفوا الاندفاعات الجميلة والمميزة هنا مع الأمتار الأخيرة. زعفرانة، زعفرانة اسم على مسمى ما شاء الله. سلام سلام، منصور بن علي الغفيلي هناك على الصدارة هنا. سلام يا اللبي، سلام سلام على هذا العرض الجميل والمميز على صدارة هذا الشوط. المركز الثاني كان الوصول هناك أيضا محمد بن حمد بن كدوس العامري. المركز الثالث كان ايضا مشاكل هناك ايضا سعد او سعيد بن سلطان بن راشد الاكتبي. المركز الرابع، لحظات الوصول والعبور الى خط النهايه، هناك ايضا الشعارات الجميله والمميزه الذي وصلت هناك على المركز الرابع وخامس الباكر مع خط النهايه. تهانينا والناموس، عوده الى التوقيت الزمني، شوفوا هناك عبر سيده القنوات الرياضيه. هناك ايضا التحديات والاثاره بهذه الشعارات وهذه الاسماء، اسماء عملاقه هنا دونت في هذا الصباح وفي هذا الميدان في هذا ايضا المهرجان. هكذا شعاراتنا وهكذا تحدياتنا. منصور بن علي الفريلي مع الشاهينية، ايضا عرض جميل واندفاع مميز. عودة هناك الى سيدة القنوات ايضا مع التوقيت الزمني، لحظات الوصول والعبور الى خط النهاية بهذا الشعار المميز. 258 ثماني اجزاء من الثاني. هكذا لحظات وصولها المركز الثاني، كان ايضا اعزائي المشاهدين لحظات الوصول هنا من المركز الثاني. محمد بن حمد بن كردوس العامري 3 دقائق ثانية، 5 أجزاء من الثاني. بينما المركز الثالث ايضا حامل رقم 24، هناك التواجد الجميل والمميز ايضا اعزائي المشاهدين من هذه الشعارات، 3 دقائق ثانية، 9 أجزاء من الثاني. الشاهيني عامر بن محمد بن سالم الوهيبي، والسلام يا سلطنة، السلام على هذا الابداع الجميل.